مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأولى، واللي نوهنا عنها إن احنا هنتكلم عن كرة القدم لقصار القامة، أبطالنا من قصار القامة، بتكلم عن أول دوري كمان مقام محليا، بتكلم في مصر والوطن العربي، فأكيد ملف في غاية الأهمية. سبق لينا قبل كده أنا وكريم استضفنا برضو يعني لاعبين من قصار القامة لكرة القدم، وكلمونا عن طموحاتهم كمان اللي جاية، وكان وقتها بيقولوا نفسنا يبقى في دوري يعني لقصار القامة لكرة القدم، وقد كان. خلينا بقى نتكلم ازاي قد كان وفي نفس الوقت اللي جاي ايه هو. بس خلينا نرحب في البدايه بالكابتن محمود الحضري، المدير طبعا الفني لنادي الاهلي، النادي الاهلي بالملاحه، والمدرب ايضا المساعد لمنتخب مصر قصار القامه. صباح الهنا. ومعانا كابتن وليد عصام، هداف دوري كره القدم لقصار القامه، معانا بطل كبير. صباح الهنا، نورنا والله بجد. سعداء جدا وجودكم معانا، مبروك الانتصار اللي حققتوه مؤخرا. وعايزين نبتدي معاك انت وليد وقصتك مع كره القدم، ويعني ابتديت امتى ومين اللي اكتشف الموهبه دي فيك وحصل معاك ايه لغايه لما بقيت هداف النسخه الاولى من دوري قصار القامه؟ طبعا بتشرف بحضرتك طبعا قبل اي حاجه. وانا بديت كوره وانا عندي 9 سنين، ولعبت في انديه وجالي عروض كتيره من بره بس ما حصلش نصيب، جالي من تركيا ومن الكويت بس ما حصلش نصيب، بس حمدت ربنا طبعا كان كاتب لي خير ان شاء الله الحمد لله يعني. وتابعت على السوشيال ميديا، انا قبل بتابع على السوشيال ميديا كنت بلعب في جروب الهواه مسمينه كره متجوزين، الناس المتجوزه بس. اوكي. بقياده الكابتن عماد، فانا شاركت فيه، ومن خلاله واحد كلمني على السوشيال ميديا، الكابتن محمد العطفي كلمني وقال لي عاملين منتخب قصار القامه، فعجبتني الفكره، اتواصلت معاه واتواصلت مع استاذ علي شعبان، طبعا كل الشكر ليه طبعا على المجهود بقاله 4 5 سنين. وبدانا 5 لعيبه، يعني احنا عملنا يعني يعتبر عملنا منتخب قبل ما نعمل الدوري. دي حقيقه. اوكي. وبدانا 5 لعيبه على من 4 سنين، مره مع التاني الحمد لله حاولنا برضك وما يئسناش خالص، واستمرنا في مجهودنا وانديه، ورحنا وجينا ورحنا بكذا حته كتيره جدا، والحمد لله يعني بنشكر دكتور اشرف صبحي طبعا على الدعم الجامد لينا، والدكتور حسام الدين مصطفى طبعا رئيس اللجنه البارالمبيه، والاستاذ عماد رمضان، وبصراحه عملنا الدوري والحمد لله يعني بشكل جميل جدا، عملنا الدوري وحققنا بقينا حوالي 120 لاعب دلوقتي على مدار سنتين 120 لاعب، فموضوع بسم الله ما شاء الله. وطبعا بنصح اي ام او اي اب طبعا على المستوى العالم كله، اي اب او اي ام، اي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه، اتمنى ما تحبسوش، خرجوا. دي نقطة لازم نتكلم عنها طبعا خرجوا. بشكل يعني على مدار الحالة، لان احنا عايزين نعرف انت حتى تجربتك الشخصية، مين اللي دعمك، ازاي قدرت تاخد القرار، لان كل واحد ليه قصة طبعا مختلفة. أكيد طبعًا. هنيجي طبعًا. للنقطة دي اكيد طبعا. كابتن محمود، عايزة اروح معاك بداية، لان احنا كان من سنتين كنا لسه بنتكلم عايزين دوري يعني لكرة القدم قصار القامة، بس خلينا يعني نعرف منك تفاصيل ازاي اصلا ده اتحقق. انتوا دلوقتي متواجدين في 10 اندية، اكيد ان شاء الله في هوب او في امل ان ينتشر اكتر من كده، وانا عارفه ان احنا اتكلمنا قبل الهوا كمان، انت نفسك في النادي الاهلي ان شاء الله ده يحقق. ازاي قدرتوا ان انتوا تحققوا فكره الدوري، وفي نفس الوقت برضو فكره ان انتوا تكونوا فريق اكبر من كده وتتوغلوا في الانديه بشكل اكبر، يعني خلينا نعرف منك. والله هو احنا يعني بدانا اول حاجه زي ما قال الكابتن وليد، الكابتن علي شعبان بدا ب4 لعيبه، تمام؟ بدا السوشيال ميديا، كله يتلم عن السوشيال ميديا، في انضمام كتير، في شباب دلوقتي كانت الاول بتخاف تطلع من البيوت، لكن من ساعه ما ظهروا او من ساعه ما شافوا زملائهم واخواتهم قصار القامه ظهروا بشكل كويس، بعيدا عن التنمر، بعيدا عن بيبقى هم اضحوكه للناس كلها، وده لا ابطال، فكله بينضم لينا حاليا، وبيبقى سعيد ان هو بيمشي يعني بطل ماشي. ليه؟ برضه في خامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج قادرون باختلاف، ده حاجه كبيره غيرت كتير جدا مع قصار القامه، مع ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه. بدانا ب4 لعيبه، عملنا منتخب مصر، سافر المغرب لعب مباراتين وديتين، بعد كده جينا لعبنا جه العراق مباراتين برضو وديتين، بعد كده عملنا بطوله كاس العرب كان في شرم الشيخ واخدناها مع اسبانيا كضيف شرف، واسمه ده السودان والاردن والعراق وليبيا وفلسطين. في حاجه تانية بعد البطوله دي بدات تتفتح لنا المجالات اكتر. كويس. بدات العيون يعني
تبص علينا اكتر او يتفتح المجال اكتر. فالكابتن علي شعبان بذل جهد كبير قوي ان هو من هنا لهنا من هنا لهنا بدا يجمع نقاط، بدا يجمع لعيبه من السوشيال ميديا. بينا دلوقتي يعني سافرنا المغرب، لعبنا في كاس الافريقيه جايبين المركز الثاني. جينا بقى عندنا الدوري بدا يوم 20/3/2023 كاول عيد ميلاد لكسار القامه، ان اول دوري يتعمل على مستوى العرب ومستوى العالم عامه، ان هو اول دوري يتعمل تحت اللجنه البارالمبيه بقياده الدكتور حسام الدين مصطفى. شفت بقى قعدتك في اسكندريه وانت اصلا من الصعيد زي ما عرفنا منك، قعدتك في اسكندريه خلت كلامك ميكس صعيدي على اسكندريه، صعيدي على اسكندريه فتح مجال جديد، انت عملت ميكس حلو بين الصعيد والاسكندريه. برضه ما عايز اقف معاكم عند تفصيله كده، انتوا الاثنين ذكرتوها وهي حاجه كويسه طبعا، ان يبقى للسوشيال ميديا فايده وانعكاسات ايجابيه بالشكل ده، بس انتوا الاثنين بتقولوا ان من خلال السوشيال ميديا جمعتوا بعض ولقيتوا بعض وشكلتوا فريق وعملتوا منتخب، يعني كل دي مجهودات فرديه طبعا رائعه وكتر خير السوشيال ميديا. بس ليه السوشيال ميديا لما احنا عندنا كيانات معنيه وعندنا دوله مهتمه بذوي الاحتياجات الخاصه وعندنا توجيهات رئاسيه ما فيهاش مساحه لللبس، يعني توجيهات صريحه لكل الاجهزه والكيانات المعنيه بتذليل اي عقبات لذوي القدرات الخاصه وخصوصا الابطال منهم بشكل خاص. ليه بقى ليه لجأتوا للسوشيال ميديا؟ لا هو بص حضرتك، احنا مش لجأنا للسوشيال ميديا، احنا اتفاجئنا اصلا هم بيدعمونا ودي حاجه كويسه جدا. فكان اول تمرين بتقول لحضرتك خمس ست اشخاص دعم جيلكم من السوشيال ميديا لطيفه. بس انا بكلمك على فكره تكوين منتخب، تكوين منتخب بقى مع كابتن محمد العاطف طبعا ليه كل الشكر برضك، راجل كان شغال كويس جدا وتواصلنا مع لعيبه كتيره. يعني في ناس كلمتني كتير قوي من الصعيد، في مصطفى العافي من الصعيد وفي ناس من اسكندريه. يعني السوشيال ميديا سهلت التواصل بينكم، سهلت الدنيا جدا تلاقوا بعض. وناس كلموني كتير، وطبعا عملنا مجال اختبارات وطبعا الناس كلها موجوده، يعرف يلعب وما يلعبش كوره وفي وسط اخواته برضه وفي وسطنا، مش شرط اللي هو بيكون لاعب كوره، ممكن عندنا كذا لعبه ثانيه، في سباحه، في رمح، في العاب قوه، في العاب كتير جدا. فمن حقه اللي هو يشارك، مش شرط كره قدم بس، ومن حقه يشارك في اي حاجه، اكيد في اي لعبه ثانيه. اللجنه البارالمبيه اتاحت لكسار القامه بقياده كابتن علي شعبان كرئيس لجنه كسار القامه لرياضات كسار القامه، ان مش هتقتصر على كره القدم بس، لا احنا عندنا سباحه دي شغاله، وعندنا رمي الرمح ودفع جله وكره القدم، وفي مجالات لسه بتتفتح تاني كتير. لسه بس بتتحدد على هيئه الفئه، لان بتتقسم فئه تصنيف، يعني زي ذو الهمم بيتصنفوا، فلسه بقى بيشوفوا ايه السباحه، ايه اللعبه اللي هتمشي مع كل واحد مع قصار القامه بحسب الفئه اللي هو فيها. حلو. طيب في شهر مارس لما تم اعلان الاتحاد عفوا الدوري، وكان موجود دكتور اشرف صبحي، وانا عايز اعرف الكواليس اللي اتكلم فيها، هل وعدكم مثلا ان هيبقى في بادجت معين ليهم، هيبقى في مش فكره بس ان هو الوزاره هتدعم في البدايه، لا هتستكمل عمليه الدعم لقصار القامه وكمان تحديدا في كره القدم؟ يعني خلينا نعرف كواليس اللقاء ده. هو الدكتور اشرف صبحي يعني من ساعه ما يعني بدأت تنتشر في قصار القامة وهو حاضن قصار القامة، يعني ملف مهتم بيه، ملف مهتم بيه. وساعدنا كتير جدا ان احنا ننضم للجنة البارالمبية، واللجنة البارالمبية رحبت بينا كتير قوي، فتحت صدرها لينا وفتحت كل حاجة المجالات لينا، وبدأنا بأول حاجة ان احنا ننشأ كرة القدم، او اول دوري يتعمل في كرة القدم لقصار القامة كانت في الجزيرة. انتوا بس بدأتوا بالعكس، يعني انتوا بدأتوا بالمنتخب وبعد كده عملتوا الفرق والدوري، صح؟ يعني الموضوع كان صعب الاول، كان ايه الموضوع كان صعب الاول في ان احنا نجمع عدد لعيبه. فاحنا بدانا واحده واحده واحده، طبعا بدأتوا بخمسه تقريبا، خمس لعيبه بس او ست لعيبه، كنا في مركز شباب الجزيره. احنا اصلا كنا بننزل الملعب، الناس كانت تتريق علينا الاول، ما في الاوائل من الحاجات دي. لا 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 يعني دلوقتي ولا اي مشكله، لا دلوقتي هم دلوقتي بيحاولوا يتابعوا. حلو. لو شفت كميه المشاهدين اللي كانوا من يومين في نهائي الدوري، بسم الله ما شاء الله حاجه كبيره جدا. لا شرط كده كابتن حاضر، واحنا راجعين من المطار وراجعين من المطار ما شاء الله، يعني من المغرب جمهور عظيم جدا كبير قوي. انا الصراحه الكلام ده الدنيا اختلفت، وطبعا بنشكر ربنا طبعا على النعمه ديت، وده فضل من عند ربنا للناس اللي اول كانت بتتنمر علينا او حاجه، احنا مش عايزين نسميها برضه تنمر،
يعني ما كانش عندهم من الثقافه الليفل اللي يسمح لهم ان هم يفهموا اصلا ان ده ما ينفعش يتعمل، يعني ممكن وكل ثقافه يعني. وكل انسان برضك له عقليته برضك، فلازم حسب نحترمها برضك. لا يعني لا، لن احترم عقليه واحد لا يحترم الاخر، ده اكيد. لكن الموضوع رجع للتربيه ورجع لبيئه ورجع حاجات كتيره طبعًا. بس الخبر الحلو او الشق الحلو ان انت دلوقتي شايف حاجه مختلفه على الارض، وده حلو جدا. حتى الاهالي دلوقتي زي ما انت كنت بتتكلم كابتن وليد، الاهالي بقت عندها يعني جرأة ان انا دلوقتي ابني لو من قصار القامة او من ذوي الهمم انا عايز اخليه يندرج في المجتمع ويبقى موجود ويتعامل بشكل طبيعي. عشان كده بقى هروح للسؤال اللي احنا اجلناه شوية وتحكي لنا بقى مين اللي كان داعم ليك وابتديت الفكرة ازاي وايه التحديات او الصعوبات اللي واجهتك. يعني اكيد اي حد فينا لما بيروح على خطوة جديدة يقعد يحسبها الف مرة، وانا هقدر ولا لا، والكومفورت زون بتاعتنا، طب انا لو ما قدرتش ده كده هيجي لي نتائج سلبية اكتر على نفسيتي كمان. خلينا نعرف منك تجربتك الشخصيه. انا تجربتي الشخصيه الاول عانيت شويه، بس طبعا اول حد دعمني طبعا في موضوع ده طبعا والدتي ووالدي ربنا يخليهم لي طبعا يا رب، واخواتي واهلي في المنطقه واصحابي. وانا شخصيا ما كنتش بهتم بالموضوع ده، عشان لو زي ما انت حضرتك قلت دلوقتي لو انا اهتميت بالموضوع نفسيتي هتتعب، فانا ما كنتش بهتم بالموضوع. بس انا لما قربت من قصار القامه وقربت منهم بقيت واحد منهم بناخد في بعض، انا كنت بتضايق على ما كنت امشي مع حد ولا بتاع، كان في كذا وعملت كذا مشكله مع حد بسبب اللي هو بيتنمر عليه. فهو طبيعي مش كله زي ما قلت لحضرتك بدك كل واحد له عقليه، فانا عقليتي ان انا مش هحط في دماغي عشان ما اتعبش. ردكوا عملي، انت يعني بنتكلم على بيرد على الارض، مش بنتكلم على اشخاص عاديين. يعني لو انت مش شخص عادي فانت مش عادي لكونك بطل بالمناسبه، مش لاي اكيد حاجة. اكيد طبعا، بس زي ما قلت لحضرتك مش كل واحد بيحسبها كده بطبيعه الحال، مش كل واحد بيحسبها كده. بس الحمد لله طبعا احنا دلوقتي في مكانه ثانيه، دلوقتي بيمثل مصر الحمد لله، يعني هو بيمثل مصر دلوقتي كمنتخب الحمد لله طبعا في اماكن يعني محافل دوليه مختلفه. فيعني انا برضك قبل بدايه هداف الدوري، هداف البطوله، عايز اتكلم على البطوله دي بالمناسبه، بطوله العرب، كاس العرب. هي كانت فكره جايه من كابتن علي شعبان ان هو يجمع العرب مع بعض. احنا عايزين نقابل كابتن علي شعبان والله، حمستونا من كتر كلامه الحلو عليه والله. لا الراجل ده بصراحه مهما قلت عنه ومهما اتكلمت 100 سنه قدام مش هدي له حقه والله. بص حضرتك يعني معلش، اللي يبدا كل واحد يعني يقول اللي عليه واللي ليه، اللي يبدا بفكره زي كده ويامن بيها ويستمر عليها لدرجه انك انت بادئ من 2018 باربع لعيبه وحاليا انت معاك 120 لاعب. احنا منضمين لنا حديثا لاعب صغير 6 سنين قصير القامه، في جورجي قصير القامه 6 سنين منضمين لنا حديثا، يعني بسم الله ما شاء الله. شوف هو بيلعب، نزلناه كده جاب رفعات يلعب جميل اكيد جدا جدا، سابوا له الكوره وجرى بيها وجاب هدف. وياسين سيد لاعب جميل جدا ما شاء الله، يجيب الهدف ويعمل حركه كريستيانو لا بسم الله ما شاء الله عليه. في فرحه الاهالي، يعني مامه ياسين بتشوف ابنها وهو بينزل الملعب بالدنيا كلها طبعا، كفايه ان هو فرحان في وسط اخواته، كفايه ان هم بيتلموا مع بعض، تلاقي قلبهم على قلب بعض. لو لاعب منهم وقع في الارض تمام بيشجعوه، حتى لو مش في فريقه يعني شفت حتى لو مش في فريقه، لان هم كان الاول اساسا منضم كمنتخب او ككيان واحد بيتمرنوا مع بعض. يعني كنت بقوم بتمرين من 30 ل 50 لاعب بمرنهم في تمرينه 3 ساعات تمام. دلوقتي بقى انديه، بس معلش مش هتعرف الانديه مش هتفرقهم ان هم يبقى لا انت في نادي وانا في نادي، لا لا لا, لا. ده بيشجعوا بعض، ده النهائي والله في النهائي حلوه الروح دي خالص طبعًا. ولا في اي يعني ما فيش اي سلبيات بينهم وبين بعضهم، لا ده بيشجعوا بعض. لما خسروا راح سلموا على بعض، ده المركز الثاني اسوان، نادي اسوان بقياده شيكا كابتن محمود شفيق شيكا، ويعني كل طلبه الثانويه العامه بسم الله، هو طلب ثانويه عامه وبدر بنتمنى لهم يعني النجاح ان شاء الله، نجاحهم كله حاجه يعني حلوه جدا انك انت تلم شامل تدي امل. بص اعطاء الامل ده احسن حاجه، يعني احنا مش نفسنا، وعلى فكره ان انتوا اللي بتطمعونا في ده ان انتوا تجيبوا بقى بطولات وغيره، بس فكره ان احنا نشوف لاعبتنا بتحقق حاجه ده امل، انت بتديه لنفسك وبتديه لغيرك حقيقة. فهي دي النقطه الاهم. طب انت متجوز بقى كابتن وليد صح؟ لسه لا، نشوف لك عروسه بقى مش فاضي انا عندي على فكره دوري هداف دوري وهداف انا عندي والله حد ربنا يكرمك يا وليد، ربنا يخلي حضرتك كل اللي بتحلم بيه وكل اللي بتتمناه، ربنا يخلي حضرتك. وان شاء الله لما نشوفكم المره الجايه تبقوا كمان جايين لنا باتصالات جديده نتكلم معاكم عن التفاصيل. طلب صغير اتفضل طبعا، طلب من كابتن محمود الخطيب
اللي احنا يعمل لنا الزياره للنادي الاهلي ونتصور مع درع النادي الاهلي. طبعا طبعا مبارك للنادي الاهلي طبعا على درع الدوري ودرع النادي الاهلي وماتش افريقيا طبعا كان ماتش كويس جدا، ومبارك للنادي الاهلي طبعا على البطولات كلها. وطلب تاني برضو من الرئيس محمود الخطيب وطبعا كل رؤساء الانديه في مصر اللي يحاولوا بس يعملوا أندية. فرق او انديه لكسار القومه عشان يبقى زي الدوري الممتاز. فدي حاجه طبعا هتختلف ما مليون درجه، مش درجه واحده. اتاكد ان صوتك وصل طالما بتتكلم في قناه النادي الاهلي، اكيد صوتك وصل للنادي الاهلي طبعا. وملف تاني كمان احنا بنوصل الصوت كمان للنادي عندنا للاداره، فكره كمان الساق الواحده كره القدم للساق الواحده. فنتمنى الاثنين يكونوا متواجدين ان شاء الله. اكيد النادي الاهلي هيدرس يعني الملف. انا احب اشكرهم فعلا عشان هم فعلا قلنا الماتش وحضروا النهائي، فطبعا بحب اشكرهم جدا. وان شاء الله وعندهم بطوله قريب، وطبعا احنا اول ناس داعمين ليهم ان شاء الله عشان هم كانوا داعمين لنا. وان شاء الله ربنا يوفقهم الفتره الجايه ويحققوا البطوله وشرفوا مصر ان شاء الله. ويوفقكم باذن الله انتوا كمان بجد في اللي جاي كلها. ان شاء الله هنجي لكم بقى واحنا يعني جايبين كاس العالم. كاس العالم حاجه كبيره. اه والله لا وعد ان شاء الله. لأن وعد ان شاء الله. الحاجه دي مش بعيده عليهم والله بجد. انا قلت لهم قبل كده ده منتخب حاصد البطولات، يعني لعبنا كل المنتخبات اللي بنلعبها متفوقين كتير جدا عنهم. تمام. وبحس ان الكابتن علي شعبان ساعدني كتير قوي في رساله الماجستير بتاعتي، ان انا كنت هعمل رساله الماجستير بتاعتي في كره القدم في اسوياء. فقال لي طب ايه رايك حولت بقى تعملها في قصار القامه. حول مسار. تعملها في قصار القامه حلو عشان التخصص ده كويس كتير قوي. يعني انا في زملائي بيكلموني حضر احنا عايزين نعمل ماجستير في قصار القامه، دكاتره في معيدين في دكاتره اعضاء هيئه تدريس في تربيه رياضيه اسيوط برضه عايزين، يعني عايزين نعمل حاجه في قصار القامه. يعني كله متحمس حاليا دلوقتي ان هو يشتغل على ذوي الاحتياجات الخاصه، مش كفكره ان هو عشان يعني حاجه، لا حاجه يعني تحققهم يبقى ليهم مستقبل، او ان هو يشوف نظره المستقبل ليهم ازاي. تمام. من هيئه ان هو يعدل في قوام تحديد اللاعبين، تهيئه اللاعبين لافضل المهارات. طموح مشروع جدا على فكره أوي. يعني طبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم خالص. تسلموا. نور حضرتك. نور حضرتك. على خير ان شاء الله. نور حضرتك. شكرا لحضرتك. الله يخليك. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل. خليكم معانا.